هي 8 خطوات بس ما وكده كلها يعني هو مشكله كريب سايكل انه حفظ الانزيمات حقتها والنوادي يصعب بس يعني احنا خلاص 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 نشوف اذا تكملوا هو واحد اثنين ثلاثه مره سهلين ما فيهم شرح زي كذا مره ما فيهم خلاص خمسه خلاص لا لا كمل يلا خمسه خمسه اصلا طيب تي سي سايكل انزل اي شيء لونه بني ما مهم خلاص اربع فات مهم يا عيال البايروفيت عنده فور فيتس اربع يصير اول فيت انه يتحول عن طريق الانزيم ده لاستيتال كو اي ويدخل في الكريبس هذه ما اظن مكتوبه ولا ما مكتوبه؟ لا لا مكتوبه مكتوبه الفيت الثاني انه عن طريق الانزيم هذا يتحول على الاوكسالوسيتيت ويدخل في الجلوك نيوجينيسيس زي ما انت قلت لي تمام ما ذكرت لسه انا هذه سبعة الخطوه الفيت الثالث الفيت الثالث انه عن طريق الانزيم هذا يتحول على لاكتيت هذا في المسل سور ار بي سيز الفيت اللي فيه اكسجين فيت لا 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 فيت اللكتيت اللي ما فيه الاكسجين الحين هنا البايروفيت من اي دي بي لاي تي بي فيت ايش دخل اي دي بي واي تي بي؟ ما لها دخل لا لانه في بدايه البوليسكرايد كان يتكلم عن الحته انه مثلا صح في اللهم صل على محمد ايوه كمل كمل انا افتكر طيب ما في مشكله نقعد مع بعض بس هو اساسا يعني عندك هذا الفور فيت اتمنى ما تلخبطني يعني مين انا ولا فيصل فيصل ايوه لا تخبطهم يبقى خلي 3 في 3 وخلي 2 في 2 عندك الاربع انزيمز هذه كل واحد منها حيحول لك البايروفيت الحالي الالانين اللي هو عباره عن امينو اسيد زنون اللاكتيت في المسلز والار بي سيز اوكسالوسيتيت تدخل في الجلوكينوجينيسيس ولا ستار كويت تدخل في الكريبس خلاص انزلت مش ما خطر كريبس انزلت طيب كله مهم يا عيال قبل شوفوا في الكريب سايكل قبل ما تحصل في حاجه اسمها اكتيفيشن اوف ستاك اوي اظن ايوه اكتيفيشن اكتيف اسيد اسيتيت تمام ايوه اسيتاس البايروفيت ما يدخل البايروفيت ما يدخل كريب سايكل زي ما قلنا البايروفيت لا يتحول على حاجه اسمها ستاك اوي ايش يصير في الخطوه هذه؟ ما عندهم رسمه انزل تحت شوف في رسمه ولا لا؟ ايوه جميل بهدا هدا حلوه ايش هذا اقول لك اطلع فوق ولا شيء اقول لهم لا لا خليني معلش حامش على الرسمه بس اول شيء اقول لكم ايش الانزيمز والكود جاب صح هو بيقول لك في كلام كثير يا اخي في كلام كثير يا شباب خلاص ممكن هدوء يعني اللي يبغى يمشي يمشي حلو لا قوي قوي بيمشي حياكم في الاكتيفيشن عندنا حاجه اسمها انزيم كومبلكس ايش يعني انزيم كومبلكس يعني انزيمات تكون انزيمات كثيره مع بعض يسموها كومبلكس تحت اسم واحد معقد معقد ففي عندنا حاجه اسمها بي دي اتش كومبلكس خلاص البي دي اتش كومبلكس بي دي اتش اللي هو اسمه الطويل فوسفو ديهيدريشن بايروفيت ديهيدروجينيز يتكون من ثلاثة انزيمز وخمسة كوانزيمز. الثلاثة انزيمز أول واحدة اللي هو البايروفيت ديهيدروجينيز. تشوف البايروفيت ديهيدروجينيز موجود كانزيم موجود ككومبلكس. الكومبلكس يتكون من ثلاثة انزيمز. أول واحد فيها اللي هو البايروفيت ديهيدروجينيز. الثاني اللي هو الداي هيدرو داي هيدرو ليبويل ترانس ترانس أسيتيليز. الله يعينهم الحفظ يعني والثالث اللي هو الداي هيدروليبويل ديهيدروجينيز خلاص هذه الانزيمز الكوانزيمز سهله عندنا فاد وناد فاد وناد عندنا كو اي عندنا البويك اسيد عندنا التي بي بي اللي هو الثيامين بايروفوسفيت الرسمه عندنا هنا البايروفيت خلاص اول شيء يصير الانزيم هذا ياخذ البايروفيت يحوله للتي بي بي يحولوا يحولوا الاسيتال تي بي بي ويطلع عندنا سي او 2 الحين دحين البايروفيت ايش يسوي؟ سد عيده كذا بعيده البايروفيت ديهيدروجينيز ياخذ البايروفيت يحوله على اسايل تي بي بي اسايل مو اسيتال اسايل يا الله لا يحولوا على اسايل تي بي بي وينتج عندنا سي او 2 سي او 2 ده يطلع بعدين في اللي هو التنفس هذا الناتج سي او 2 الناتج اللي بيطلع لك فاهم علي ها يا سندي سي او 2 الناتج سي او 2 هذا باي برودكت هذا يطلع مع الزفير طيب يعني هو الاكسبيريشن انت الحين لما تتنفس اكسجين السي او 2 من فين بيجي؟ بيجي من هنا وبيجي من الكريب سايكل فيها ثلاثه ماكن يطلع فيها سي او 2
دحين نشوف عمي جاي من برا سيد جاي من برا يا سنتي يا اخي هذا كل شيء عشان بس عشان نطلع لنا في الخمسه الاوائل طب مو بس هي خطوه ما بيطلع هيجي هيمشي كده هيمشي كده هيمشي كده هنا هيجي كده وفي هنا حاجه تصير شوف شوف من الاخير الكربومين تفضل اطلع عشان ايش ايش سبب الكربومين قول لي اطلع عشان الكربومين يلا يا دي طيب نحن خلينا اطلع على الكرب عيال قلنا اخبار نمشي خلنا نخلص يا بس والله ما استهبل نبغى نمشي نبغى نمشي ونمشي الفايرفكس الاكتيفيشن حقه نواتج العمليه الفايرفكس كم كربون؟ ثلاثة نتائج العمليه اسيتال كو اي اللي هو عباره عن 2 كربونز وناد اتش كريب سايكل اسيتال كو اي يمشي على كريب سايكل ونا ديتش يمشي على اكسل ترانسبورت تشين طلعنا 3 اتش بي بعدين وهذه العمليه اسيتال كو اي كم اي تي بي يجيب؟ تي سي ايش؟ اسيتال كو اي استاكو اي نشوف اثنين ميك ابو العمليه نشوف نشوف اسمها كونفيرجن اوف بايروفيت اسمها اوكسيدايزن اثنين كربون لسه هذا برا كريب ساك هذا قبل كريب ساك هذه هذه الاكتيفيشن بس بعد اعطوه كريبس هذه ما هي كريبس يعني هذه اسيا يا بس ايوه بس او هذا اسهل ايوه صح انا نسيت الرسم الثاني طيب هذا اسهل هذه هي نفسها صح؟ انا فهمت على الاول وبعد الكرب بعدين هذه نفس الرسم اللي نفسها بالضبط ايه هذه سهله عندك فاير بيت وعندك اكتف اسيتيل اللي هو اسيتيل كو اي دخل كو اي خلاص كو اي اسمه كو اي هذا اللي دخل هذا اللي خلى بعدين اسيتيل كو اي خلاص وطلع مع الاسيتيل كو اي دخل ناد وطلع ناد اتش ودخل وطلع معنا سي او 2 وفي عندنا تي بي بي وليبوي وفاد هذه الثلاثة موجودة في السايكل يعني يمشي تحاول شيء ويرجع مرة ثانية يمشي تحاول شيء يعني ما بيدخل ولا بيطلع فاهمين علي؟ يعني تركي جوا السايكل يشتغل بس ينقل هذا لهذا تفصيل هذه كونديشن زين؟ هذه كو انزيمز زي ماست بي اكزيستد يعني عشان يشتغل انزيم فا اسم الانزيم الكومبلكس بكبرها هي متكونة من ثلاثة انزيمز وخمسة كو انزيمز بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس زي ما انتم شايفين هنا بشكل اسهل بايروفيت بلس كو اي بلس ناد يطلع لنا اسيتيل كو اي بلس ناد اتش بلس اتش بس سي او 2 اهم شيء عندنا هو الاسيتيل كو اي والناد اتش الناد اتش حيروح على الخطوه الثالثه اللي هي الاي تي سي الاي تي سي الاشكال مو مهمه صح اسيتيل كو اي الاشكال لا حق الاتش 3 سي اللي هي فوق فوق هذا مره ما في اي شيء بس ايش الفرق بين كو اي اس اتش وكو اي الكو اي از ا كو انزيم يدخل مع الاسيتات فصار اسيتال فصار عندنا استر كوين ما ادري يعني والله كم صعب يعني هذا هذا لا تقول خلاص صعب ايوه تحت الدائره لا كله بس هذا صح يا ذاتس ذا كنترول هذا يا اخي والله صعب لا اتش از ذن اكسيدايز الميتوكوندريا بروديوس تري تي بي زي ما قلت شباب ريجوليشن اوف ذا اكتيفيتي اوف بايروفيت هيدروجينيز كومبلكس كل حاجه فيها ريجوليشن خلاص حاجه تسوي لها انيبيشن هذه مو سايكل برضو هذه لسه برا هذا قبل كريبس هذا اخر راس قبل كريبس بعدين ندخل في كريبس كومبلكس كاتب لك وين جروث هي تتعلق بالكريبس يعني ولا حاجه هذه ضروريه لانه كريبس ما له صلاح في البايرفيت له صلاح في الاستاكو اي فاذا انت ما عندك استاكو اي بس البايرفيت ما حينفع في شيء البايرفيت عندنا نوعين من الريجوليترز اول شيء اللي هم الالستريك ريجليشن او ريجليترز والثاني اللي هم الكوفالنت موديفيكيترز خلاص او اللي هو الكوفالنت موديفيكيتر بين قوسين عمر شوف مو مكتوب ايوه هذا انا حاطه عشان تفهم انت ايش اللي صار مو ذا تو برودكتس ايش نتج عندنا من الاكتيفيشن اقول لي فيصل ايش الاكتيفيشن هذا ايش نتج عندنا نتج عندنا بروفيت و لا الفاير اسيتيل الاكتيفيشن اسيتيل كو اي وناديتش الحاجتين هذول بالاضافه للاي تي بي الكثير في الجسم يسوي انهبيشن للبي دي اتش البي دي اتش اللي هو ال بي دي اتش فنعيد الناد اتش والاستر كو اي هذول نواتج العمليه هذه من الاساس النواتج بيحبط العمليه نفسها يسوي انهبيشن بالاضافه لكثره الاي تي بي يعني اذا زادت هذه توقف العمليه اذا زادت هذه توقف العمليه لانه عندك كفايه اذا زادت ولا اذا اول ما انتجت هي مع كل ما تزيد كل ما يزيد الانهبيشن فاهم علي؟ هو ما يصير لهم انهبيشن من اول مره يعني ما تشتغل مره وتوقف هي شغاله على طول انهبيشن ما يكون زياده فيه
انت تقول زياده في المتعمق لا لاني ماني فاهم اه شوف طيب انا اقول لك انت الهبشن خلاص احيانا يكون عندك مشكله زي اليوم اخذناه في الكريب سايكل هو يقول لك ما عندك اللي هو الكرب بوكس اوكسالوسيتيت الستاك ايش حيصير في حيتراكم صح؟ فاليوم اخذنا في المحاضره انه الاستال بعد ما يتراكم بيصير عنده فورفيتس او هما اثنين جوا الميتوكوندريا واثنين برا هذا الكلام هو هنا فهذا اللي بيسوي التراكم التراكم بالاضافه للاربع فيتس بيسوي الانهبيشن هذا كلام صح يا حبيبي كلام تاع شوف انت الحجيك في الاختبار يقول لك هذا يسوي انهبيشن ولا لا تقول له ايوه يسوي انهبيشن ناديتش استال كويت تي بي هذا بالنسبه للالستريك نمشي على الموديفيكيشنز اللي هو الكوفالنت موديفيكيشن الفوسفوريليشن اوف ذا انزايم الفوسفوريليشن اوف ذا انزايم عن طريق بي دي اتش كاينيز هذا انزايم ثاني يسوي انهبيشن للاكتيفيتي والديفوسفوريليشن يسوي طبعا ستيميليشن بالعقل اذا سويت هذا تسوي هذا يسوي انهبيشن وهذا يسوي ستيميليشن البي دي اتش كاينيز نفس اللي هنا هذا از اكتيفيتد باي نايت اتش ان ستارك او ايه لازم تشبكها ببعض نحاول نشبكها ببعض والله شوف في رسمة كلام هذا رسمة انا ما فهمتها ايه مين كاميرا تحت ما مهم لا خلاص اطلع فوق لما انت ما ذكرتها ايوه بس لا فوق فوق لا فوق 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 كمان فوق كمان بس انت ما فهم انا فوق الرسمة ما يمكن نفهمها الرسمة ما في وقت يا فيصل ما في وقت يا عم العملية يطلع عندنا نادي اتش وستار كوي صح؟ النادي اتش وستار كوي يسوي انهبيشن للعملية نفسها ويسوي اكتيفيشن لهذا هذا ايش يسوي؟ يسوي اكتيفيشن يسوي انهبيشن كمان للعملية انت تتذكروا لما كنا ندرس في الفسيولوجي البليتلتس كيف انه يسوي بليتلت اجريجيشن يسوي اكتيفيشن لشيء يسوي بليتلت اجريجيشن ونفس الشيء يسوي اكتيفيشن لشيء ثاني يسوي اجريجيشن كمان يعني من كل مكان تجيك بليتلتس هنا نفس الحكايه هذول الاثنين يسوي انهبيشن لده اكتيفيشن ويخلوا هذا اكتيفيتد هذا الدور كمان يسوي انهبيشن كمان معاهم يقط معاهم فجاه فاهم علي؟ عيد هذا اللي قلت قبل شوي هذا الاسيستنت الخبط النادي اتش والستار كو ايه يسوي انهبيشن للفايرفيد البي دي اتش واكتيفيشن للبي دي اتش كاينيز البي دي اتش كاينيز يسوي انهبيشن للبي دي اتش هذه زبط والله ما يصير شيء بقول سحب الكرسي يلا يلا شوف ارخصكم هي في سطرين ايوه ايوه اسلم النواتج حقت الاكتيفيشن ايش هي؟ استال كو اي وناديتش خلاص؟ اوكي استال كو اي وناديتش لهم وظيفتين او مو وظيفتين يعني يسووا حاجتين اول حاجه دايركت انهبيشن وثاني حاجه اندايركت انهبيشن الدايركت انهبيشن انهم حيطلعوا على العمليه على الانزيم نفسه على طول يسوي له انهبيشن ولا الاندايركت انهم حيسوي اكتيفيشن لده وده حيطلع سبب معاهم انهبيشن فهمتوا؟ الشيء زياده انه الاي تي بي كثرته كمان حيسوي انهبيشن بس خلاص ايوه اكيد نزل تحت خلاص هذا زياده اللاكتيك اسيد هذا زياده اللاكتيك اسيد في الجسم هذا اللي زين في العضلات ايوه ايوه لما تشتغل كثير صار عندك لاكتيك اسيد يرتفع كثير بس ما هو يوصل لمرحله اللاكتيك اسيد لانه هذا مرض هذا حاله مرضيه ديفيشنسي مو حش مش مرض يقول لك this disease is due to accumulation of lactic lactate due to inhibition of pyruvate dehydrogenase complex هذا مرض accumulation and تراكم هذا مرض هذا نتيجة أكثر من مرض لأنه إذا صار عندك تراكم لكتات صار عندك أكسكيستاليس ليش صار عندك ليش؟ أيوه لأن لا لأن البارافيت دهن إيش يصير بعدين؟ هذا علّم ها؟ إيش يصير بعدين؟ اللاكتيك أسيد يصير للزيت ذاك ما أدري اسمه الزيت الموجود في الجسم الزيت أنت قاعد تقول الزيت ما قال الزيت عيد التسجيل شوف ركز معنا فوكس شوي فوكس شوي سندي سندي يلا كمل صار مشكلة بالشوشر ها؟ لا والله لا ما لا 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 سبك طيب شباب خلاص احممكم ابغى اجري انا في السيادات بس ماني قادر انا كل شيء بسكت واحد طيب خلاص شباب والله بزور لاكتيك اسيدوزز يتكون بعد ما صار عندك تراكم لاكتيت ليش صار عندك تراكم لاكتيت؟ لان بسبب الانهبيشن في البي دي اتش بسبب ثلاث اشياء اربع اشياء اللي حاطط لك
اول حاجه اللي هي الارسينيك ولا ميركوريك ايونز خلاص الزنك انت احفظ انه هذول الاثنين يسوي انهبيشن للبي دي اتش الزنك والزنك الزرنيخ اللي هو 10 بالانجليزي يا اخي ما حسالك عن ثاني شيء ثاني شيء هو ديفيشنسي اوف تي بي بي تي بي بي كان احد الانزيمز حقت الكومبلكس فاذا قل حسالك انهبيشن للعمليه طبعا ثالث شيء اللي هو الانهيريتد بي دي اتش ديفيشنسي انه تجيك بالوراثه اصلا يكون عندك بي دي اتش ديفيشنسي الكومبلكس هذه يكون عندك تكون قليلة موجودة عندك في الجسم بشكل مرة قليل بسبب حاجة وراثية. وهذا المستقبل. هذا المستقبل. خلاص. رابع شيء اللي هو ال أو رابع شيء اللي هو مو رابع شيء هذا شيء تاني يقول لك الأرسنك بويزنينج. الأرسنك أيوه حاطه في كله. الأرسنك بويزنينج اللي هو تسمم بسبب الأرسنك أيونز يسبب ثلاث أشياء. يسوي لك إنهيبيشن لجلايسرانديهايد فري فوسفيت ديهيدروجينيز هذا إنزيم في الجلوكوزيس. ويسوي لك انهيبيشن للبايروفيت ديهيدروجينيز كومبلكس اللي هي هذه بي دي اتش ويسوي لك انهيبيشن للالفا كيتو جلوتاميت ديهيدروجينيز كومبلكس هذا موجود في الكريب سايكل الكريب سايكل حنجي الحين فالشيء هذا يسوي انهيبيشن للثلاثه هذه تفيلي قبلن طيب تي سي اي سايكل او الكريب سايكل هي 8 رياكشنز 8 خطوات اوكسيدايز مولكيول اوف اسيتال كو اي تبدا ب1 مولكيول اوف اسيتال كو اي وتطلع اثنين اسيتال كو اي هو حيطلع عندك اثنين كل واحد يسوي كريب سايكل كل ضرب كل تساوي طبعا نضرب كل شيء في اثنين تمام اولويز هذا من اول ما خلصنا الخطوه السادسه لين نهايه الكربون ترانسبورت بعد جي 3 بي ايوه حتضرب كل شيء في تايم ستور لانه صار عندك تو مولكيولز كلها نفس الطريقه كلها نفس الطريقه اكيد تبدا ب1 مولكيول اوف اسيتال كو اي وتنتهي هنا الارقام مو حاطينها بس ما مشكلة مهم يطلع عندك انرجي ويطلع عندك ناد اتش وفاد اتش 2 This cycle is aerobic الجلايكوليسيس كان ممكن يكون anaerobic صح؟ ايه اما الكريبس لازم aerobic اذا ما في اكسجين الكريبس ما حتى حيوقف البايروفيت وبعدين عندك البايروفيت لاكتيك اسيد كانيز الضغط حاجة زي كذا يخليه لاكتيك يصير عندك بعدها في انزيم ايوه اللي هو اسمه موجود اسمه فور حاجه زي كذا اذا ما اذا البارفيت ما دخل في الكريبس حيصير له اوكسيديشن ويطلع بعدين لوكيشن موجود في الميتوكوندريا خلاص اذا السيل ما فيها ميتوكوندريا مثلا ما حتسوي لك كريبس زي الار بي سي يعني ابي سي ما في ما يصير فيها كريبس ما يصير في كريبس بس ما فيها ميتوكوندريا سبحان الله سايت اول انزيمز ار فاوند فري ان ذا ميتوكوندريا ايوه يقول لك الانزيمز كلها ولا الاشياء اللي تستخدم في الكريبس موجوده جوه الميتوكوندريا ماتريكس احنا الكاربز زي البشري صح لين ما هم واصلين هذا مو سؤال موضع وهذا مو موضوع سؤال غير موضوع سؤال غبي لا ابشرك نحن كوانتم جيم عندنا حاجه زياده الكاربز سؤال غبي صراحه يعني بالله لا تكمل معاه الاسئله الغبيه ابشرك يقارب البشري حتى في المراجعه يقارب البشري سالني يا اخي طيب معلش عنصر المهم الاشياء كلها حقت الكريب ساكل موجوده في الميتوكوندريا ماتريكس اكسبت سكسينيت ديهيدروجينيز اللي يكون موجود في الانر بوردر اوف ذا انر ميتوكوندريال ميمبرين الميتوكوندريا دحين لو تتذكروا في الهيستولوجي كان في اوتر ميمبرين وانر ميمبرين وبعدين جوا ماتريكس الماتريكس ده موجود فيه كل شيء نحتاجه في الكريبس ما عدا سكسينيت ديهيدروجينيز ما عدا السكسينيت ديهيدروجينيز موجود في الانر ميمبرين او انر بوردر انر ميتوكوندريال ميمبرين خلاص هذه كريب ساكن اصغر من الجلايكوليسيس على فكره سريع انزل تحت اظن في صوره احسن ستريت اه ايه عادي اه ده كلها هنا في رسمات هنا في رسمات والله كويس في الشاطر كويس شوف يا عيال والله سهله والله قبل احسن اوه ايه بالله هنا شوف هي كل واحدة لها فايدة هذه فشت في نفسها هذه حتفاهم شباب 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 يفيدك في تعرف انه انت من فين طلع النادي اتش طيب من فين طلع عندك السي او 2 بس مو فين السي او 2 جايبينه الا موجود شوف هناك هنا هنا في سي او 2 واحد الثاني هذا الاول والثاني في الثاني اللي هو خلاص هو يشرح يا بس هذا واحد اللي هو ايش وهنا طلع عندك فايد اتش وهنا طلع عندك جي تي بي اللي هو يعني قريب مره سيندي طالع نفس يعني من خطوه 1 الى 8 احنا نحفظ اللي هو الكونديشنز هذا متى ودي هاي من خطوه 1 الى 8 حتحفظ اسم الانزيم اللي هو مثلا قول لي واحد اسم الانزيم زي مثلا اوكتوكينيز مثلا نيو وحتحفظ اسم البرودكت اللي هو
اللي هو زي السيس السيس ايش سيس ترانس ترانس ايش ترانس ما انت تحفظ الاسم لا تتعب لا تسمع عشان اكتب لكم تسوق مره راح تم تعقد مضبوط تمام تخش في العميق تحفظ اسم الانزيم تحفظ اسم البرودكت وتحفظ اسم النواتج ومن فين تطلع خلاص اي صح صح نحفظ كل ابواب لا 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 مركبات لا اكيد لا مركبات فالانزيمز عدد لكم هي انزيم عندنا رقم واحد هذا انزيم رقم واحد سيترس انزيم رقم اثنين يعني من هنا تبدا من فوق ايوه تبدا من هنا هذا ستاكو ايه شايف ستاكو ايه شايف ستاكو ايه ايوه معك ايوه شايف علام شايف ستاكو ايه ايوه والله ركز معك والله ما انت مركز انا تعالي همك على الناس كمل كمل مش كم قاعد كده في وجهك فاهم علي إلا مرجع بعدين ناف كمل كمل قاعد كمل كمل شوف ما حيده ترى بعدين ناف ما حيده الله ما طلع بقى الإنزيمز الإنزيمز هذا رقم واحد هذا استكواي خلاص يدخل هنا هذا رقم واحد يجيك الأوكسالوسيتات يمسك في الاستكواي عن طريق الإنزيم ده يصير عندنا حاجة اسمها سيتريت بعدين عن طريق الإنزيم ده استركو ايه زائد اوكسال اوسيتات في وجود الانزيم هذا ستريت سالتيت لا مو تبدا على طول كذا يمين لا ايش دخل الاوكس لازم لازم ادخل معاها هذا الاستركو هي سايتيت افهمك شيء بشكل ثاني الاستركو ايه كم كربون اثنين اوكسال اوسيتات كم كربون أربعة الستريت ستة انت ما تبدا الكريب سايكل الا انت ستريت عندك ستة كربون لانه حيطلع عندك هنا سي او 2 هذا كربون رقم واحد وسي او 2 هذا كربون رقم اثنين فانت تفقد كربوناتين وترجع في الاخير وتصير ستيت اربع كربونات فهي سايكل كل شيء فيها يعني لا يدخل ولا يطلع موجود في الماتريكس حق الميتوكوندريا على طول في شغل يا عمار عمار يا اخي ابله شغل شغال فوق بس ما في كيف تجي فصل وات هابند قفل وشغل وقفل اهم شيء اهم شيء لا 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 تقفل لا 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 Sí, sí, sí.